وقولا بالحق واعملا للأجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ليش ما توخر منا؟ احسن لك. شو المصيبة عمان يا همك؟ بدك ما عليك تروح؟ اسمو يا مكات رزقي عمان متصل القضية والتفلوس، انت جاي بسط قبال، شو تسوي ما داعي؟ شنو شار مال خلفك هو هذا؟ شنو مال خلفنا عمان؟ شيك رجع 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 دفع انا دفع شيك شيك شيك. صلوا على محمد يا معودين، صلوا على محمد. اللهم صل على محمد وعلى يعني بلوح على عمري؟ صل على محمد. هدوا شوية عمي، انا صار لي سنتين بهاي البصلة، هذا حاط دابه ودابي. عمي ساعي في مكان كلك باب محلي، ليش هسه انا محل باب الله؟ يقول لي اقعد اعوج واحكي عدي. ما يصير مي خالف يا ابو علي، مي خالف، الرجال على باب الله وانت هم على باب الله. امنت بالله، الرزق على رب العالمين، لا هو ياكل رزقك ولا انت تاكل رزقه. اكيد عمي، حتى محله نظفه ورشه يوميه، هاي الرجال هم داريك بهاي الشغله. يا ابو علي هسه لا بهالشكي، هسه عمي نخليهم لله بعد شو نسوي لهسه. اي يا ابو علي، بس هو شوي يا وسويها يعني شوي عيد مثل ما قلت لك. علي هو بده ينظف لك الرجال. هذا هاي وانتم اخوان ترى، انا لو مأثر علي انا ما اقبل. بس شوفني وين هو وين يا عمي. خالف انت على باب الله رجال، طيب صاحب جهال عمي، اعذرنا ما خالف ابويا وبي خير ودلع ابويا كلها قدامك المكان. والله ودك اكيد بتدلع من المحايله. لا عمي لا، عاجت ايدك ابو علي والله. شوف هذا بعد ما بدري.